أريد أن أعبر عن ذلك يعني مزيد هذا السبب المفتاح جدا اللي نشوفه سعداء بإذن جراحة في بلدكم شكرا لكم هذه قصة سعيدة جدا أنا أعرف أنكم مجتمعين مشغل كبير ولكن كان مهم عندي خاصة قبل اجتماع جنيف أن أطلعكم على اجتماعات لازم أن نعمل من أجل تجديد الهدنة الإنسانية لأن الوضع الإنساني ما زال صعبا بالرغم من أنها توقفت ولكن لأنه مع الأسف حصلت هناك خروقات كبيرة النقطة الثانية هي أن نعمل كذلك على تحضير اجتماع جنيف الذي ندعو له كل الأطراف يعني ونريده أن يكون اجتماعا شاملا لكل الأطراف اليمنية وما زلنا إلى حد الآن متفائلين جدا أن هذا الاجتماع سيحصل